أصيبت عارضة أزياء درجت على تقديم عروضها عبر الإنستغرام بالعمى بعد إجرائها عملية جراحية لتغيير لون عينيها. وكانت المرأة الشابة تقوم بنشر صورها لآلاف المتابعين لحسابها، وترغب في أن تحول لون عينيها إلى الرمادي الفاتح بدلا من لون البندق، لكن ذلك أدى بها إلى أن تفقد 80% من الرؤية بالعين اليمنى و 50% بالعين اليسرى. وكلفت العملية $3,000 ليتم زرع السيليكون في عينيها، وهو سعر مخفض عرض عليها بشرط أن تقوم بنشر دعاية لذلك على وسائل الإعلام الاجتماعية.